ماشي يا أستاذ. طيب طيب الحته اللي لها رقم 13 ده شايفينها معايا؟ حد سامعني كده؟ تمام يا مستر. السؤال ال 13 ده ماشي فهمتوه؟ يا مستر. فهمتوه؟ عارف ان هو بتاعته. تمام. السؤال ده الحته دي مهمه جدا، دون التوكيد المباشر وغير المباشر دي فهمتوها كويس؟ تمام يا مستر. تمام تمام استاذ. بعدين يا استاذ، اتفضل استاذنا يا هي حبيبي. لو جت لتسمعونا اعتقد انها هتبقى مجزومه بحذف في النوم برضه. الله يفتح عليك. ليه عشان لام الامر، لام الامر مجزومه تجزم تمام معايا. استاذ. انا كويس، انا كويس، بتقول ايه يا حبيب؟ انا ابراهيم. يا حبيب زيك، ازيك يا ابراهيم؟ يا ابراهيم لو جت لام اللي هي نون التوكيد غير مباشره وفيها لا قبلها نصب او جزم يبقى منصوب بحذف النون ومجزوم بحذف النون. معايا يا تمام حبيبي؟ ماشي. ماشي. نيجي بقى السؤال اللي هو رقم 14، امال فين ندى جمال؟ ندى جمال موجوده يا اولاد؟ انا ما اعرفش، انا بعت لاحمد واحمد دخل. تمام طيب. نيجي بعد كده سؤال رقم 14. السؤال رقم 14 بيقول قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. طبعا احنا عارفين كلنا ان حتى بتنصب الفعل المضارع، صح؟ اللام كي حتى لام التعليل. طيب حتى اذا اتى بعدها اسم زي ما انتم شايفين كده تصبح حرف جر، يبقى حتى لو جه بعدها اسم تصبح حرف جر، يبقى اذا حرف جر ومطلع اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، يبقى إذن هنا حتى حرف جر. طيب رقم 15، لتفعلن الخير يا زيد. بصوا بقى حلوين أهو، لو لاحظنا هنلاقي اللون التوكيد المباشر قبلها إيه؟ قبلها فتحة أهي، لتفعلا لا تمام، بس قبلها لام الأمر يا أستاذ، يبقى إذن مبني في محل جزم، يبقى الفعل هنا اللي هي كفة البناء هي اللي هترجح وهتاخد محل إعرابي، يبقى هنقول فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم أهو، يبقى إذن الفعل هنا إيه؟ الفعل هنا مبني في محل جزم. طب لو قبله أداة نصب، لو قبله أداة إيه يا أولاد؟ لو قبله أداة نصب يعني مثلا قال لك إيه؟ لن تفعلا لا لن، يبقى إذن هنقول مبني في محل نصب، تمام كده؟ تمام. تمام. رقم 16 بيقول الجمع لم يعد للأمر عدته. الفعل هنا يعد هنا يا أولاد، الفعل يعد ده هل هو منصوب ولا مجزوم ولا مرفوع ولا مبني؟ طبعا احنا عارفين ان ده فعل مضارع، كلام جميل، قبله أداة جزم. طالب يسألني يقول لي لا طب ليه يا مستر الشد على فتحة مش المفروض على سكون؟ تمام. طيب ايه السبب بقى؟ اولا احنا حركنا الفعل هنا بالفتح منعا لالتقاء ساكنين. هتقول لي ازاي؟ هقول لك يا سيدي، اولا لام دي اداه جزم، كلام جميل، يعني بتجزم الفعل المضارع، حلو، والدال عليها سكون اللي هي السكون بتاعت اللام، طيب ماشي، والشده ده هي نوعين حرفين، الدال ده نوعين، في واحده ساكنه وواحده متحركه، فالتقى الساكن اللي هو بتاع اللم مع الساكن اللي هو بتاع التضعيف او الشده، فالتقى ساكنان، فكانت النتيجه ان احنا حركناهم بالفتح. طيب ده هيؤثر على العلامه الاعرابيه؟ لا طبعا مش هيؤثر، يبقى هنقول فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون، خلاص كده، يبقى الفعل المضارع المضاعف، الفعل المضارع المضاعف إذا سبق بأداة جزم، تمام كده؟ بنفتح هذا التضعيف وبنسكنوش. ليه يا أستاذ؟ منعًا لالتقاء ساكنين، عشان بس محدش في الامتحان يقوم جاي يعملها لي منصوبة، أزعل منه. طيب، قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. هتلاحظ إن حتى جت تانية. طيب، بقول لك حتى هنا بقى حرف غاية وجر ولا حرف جر بس ولا حرف ابتداء ولا الأولى والتانية؟ يعني حرف غاية وجر ولا حرف جر بس ولا حرف ابتداء؟ طبعا هي هنا حرف ابتداء. ليه يا سيدي؟
أقول لك حتى إذا أتى بعدها جملة اسمية أو فعلية فعلها ماضي يبقى هي حرف ابتداء، وكتبت لك المعلومة تحتها هي بعدها جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها ماضي، يبقى إذن هي حرف إيه؟ حرف ابتداء. طيب رقم 18 بيقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. الفعل يمتعكم هنا هل هو منصوب ولا مجزوم ولا مرفوع ولا الثانية والثالثة؟ طبعا الفعل المضارع هنا يا أولاد مجزوم لأنه واقع في جواب الطلب، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه النتيجة طبعا هنا يمتعكم، يبقى هنقول فعل مضارع مجزوم. طبعا هنا مجزوم لفعل قسم محذوف، لفعل ايه؟ ايه قسم محذوف يعني، يبقى اذا الفعل هنا فعل مضارع مجزوم. طيب رقم 19 الحته دي مهمه جدا 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 جدا، اللي هي بيقول: فاما ترين من البشر احدا، فاما ترين من البشر احدا. قال لك الفعل ترين ده هل هو منصوب ولا مجزوم ولا مرفوع ولا الثانية والثالثة؟ طبعا يا أولاد الفعل هنا المضارع، الفعل المضارع هنا فعل مضارع مجزوم. ليه بقى؟ أولا لأنه فعل الشرط، فعل الإيه؟ لأنه فعل الشرط، لأن إما مكون من إن وما، تمام كده؟ بس هو هنا مجزوم بحذف النون، مجزوم بحذف الإيه؟ النون، لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وياء المخاطبة اللي هي تريي، اللي هي دي ترين، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ونون التوكيد حرف مبني لا محل له من الإعراب. يبقى إذن الفعل ترين هنا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، والياء فاعل ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب، وخلي بالك منها مهمة أيضا. رقم 20: لا ترون الجحيم، لا ترون الجحيم. طيب الفعل هنا يا اولاد هل هو منصوب ولا مجزوم ولا مرفوع ولا مبني؟ الطالب الشاطر هيفتكر الكلام اللي احنا قلناه من شويه وهيقول: يا استاذ ان الفعل المضارع هنا مرفوع. هقول لك ليه يا بطل؟ هتقول لي: بس بسيطه، لو لاحظت نون التوكيد حضرتك هتلاقي قبلها ضم اهي، شايفها؟ تمام. طيب الطالب الشاطر قوي بقى يقول لك ان هنا لام، اللام دي ليست لام الامر. ليه؟ عشان مفتوح، واحنا عارفين ان لام الايه، لام الامر بتبقى اللي هي مكسوره لي، يبقى لام الامر اللي هي الطلب لي، اما اللام المفتوحه دي طبعا مش هتبقى لام اللي هي الامر خالص، تمام كده؟ اللي هي اللام الواقعه في جواب القسم بتبقى مفتوحه، الفعل بعدها طبعا هيبقى هنا فعل مضارع طبعا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت إنه. الحتة دي مهمة نخلي بالنا منها أوي. رقم 21 قال تعالى: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. حكم توكيد الفعل ينزغنك بالنون، هل هو واجب ولا جائز ولا ممتنع ولا جائز الرفع والجزم؟ بص يا سيدي، أي فعل مضارع لما يجي بعد إما، تمام أنت شايفها هون، شايفها؟ تمام، يبقى إذن حكمه جائز، حكمه إيه؟ جائز. يبقى الفعل المضارع يجوز توكيده بالنون في كام حالة؟ هتقول لي حضرتك أول حاجة بعد إما، الحالة الثانية إذا سبق بطلب، إذا سبق بإيه؟ بطلب. وطبعا عندنا فعل الأمر جائز التوكيد إيه؟ بالنون أيضا. يا مستر، اتفضل. مش إما أصلها إن زائد ما، تمام، يبقى ديت واقعة في جو اللي هي أداة شرط، أسلوب شرط، تمام. واحنا يبقى قلنا من كده شويه، لو تفتكر، فوق، ان احنا قلنا ان يجوز توكيد الفعل بالنون اذا كان جواب لطلب وجواب لشرط، صح كده؟ تمام تمام. تمام يا طيب مستر. السؤال اللي جاي ده هو مهم قوي، ده هو السؤال ده، انا جه اتكرر في كتاب الامتحان وجه في كتاب الاضواء، السؤال ده هو، ده هو. يا مستر، طبعا في ناس للاسف عملته واجب التوكيد بالنون، السؤال ده هو بيقول: يمينا لأبغض
كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل. وقام قال لي حكم توكيد الفعل ابغض بالنون. في ناس كتير عملته واجب التوكيد بالنون. طبعا هو بالصح، المفروض ان هو ممتنع التوكيد بالنون. هتقول لي اللي بقى نفهم الحته دي، الله يبارك لكم وركز معايا قوي فيها. بص يا سيدي، لما نيجي ناخد جواب اللي هو القسم، توكيد الفعل بالنون في القسم، مش احنا قلنا من شروطه ان يدل على الاستقبال؟ تمام، يعني لازم يكون حاجه مستقبليه. يعني مثلا والله لاجتهدن في دراستي، يبقى اذا الفعل هنا دل على الاستقبال، يبقى اذا هنا واجب التوكيد بالنون. طب ليه يا استاذ هنا مش واجب التوكيد بالنون؟ بقول لك يمينا، اصل الجمله اقسم يمينا لا ابغض. لو لاحظت هتلاقي الفعل اللي بعد يمينا جه مش مؤكد بالنون. طيب، طب ليه هو ممتنع؟ البغض ده يا اولاد، البغض هل ده هيبقى مستقبلا ولا حاله حدوث الفعل؟ هتقول لي حاله حدوث الفعل. يبقى اذا البغض ده هيتم امتى؟ في حاله حدوث الايه؟ حدوث الفعل. تمام كده؟ يبقى اذا يبقى لان البغض حاصل بمعنى الاستقبال، خلاص كده؟ بل يراد به الحال، يعني البغض ده هيتم فين؟ في نفس الوقت، يعني مش هيقعد اسبوع وبعد كده يبغضه، لا ده في نفس الوقت. يبقى اذا دلت على الحال، واذا دل على الحال يبقى اذا ممتنع اللي هو التوكيد بالنون. يبقى الحته دي بخلي بالنا منها. طيب، الحته 23 دي خطيره جدا 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 فوق ما تتخيل. ليه بقى؟ لان مش هتلاقيها في اي كتاب خارجي. مش فاهم. ما جاء الرجل الا لمصلحه فيقضيها. الفعل هنا يقضي، يا ترى هو منصوب ولا مجزوم ولا مرفوع ولا مبني؟ طبعا كتير من زمايلكم هيعملها منصوب. هقول له ليه عملتها منصوب؟ هيقول لي يا استاذ عشان طبعا فاء السببيه. طيب الكلام ده بالصح. ليه بقى؟ بص يا سيدي، احنا عندنا فاء السببيه قلنا من شروطها ان هي تسبق بايه؟ بطلب او نفي. تمام؟ يعني ايه؟ يعني اقول لك ما، شوف ما اهملت، فاندم. لو لاحظت هتلاقي الفعل هنا منصوب، ما اهملت فاندم، يبقى الفعل المضارع هنا فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طيب ايه الفرق يا استاذ؟ لو ركزت شويه صغيرين هتلاقي ان الفاء هنا اللي هي اللي انت حضرتك قلت على فاء السبب دي فصل بإلا. يعني ايه مش فاهم؟ بص يا سيدي، من شروط فاء السببيه عشان تنصب ان يكون النفي اللي معاها نفي محض. يعني نفي محض يعني ما جيش معاه الا. طب لو جاب معاه الا، يعني ما جه معاها الا، يبقى الفعل بعدها هيبقى فعل مضارع مرفوع وليس فعل مضارع منصوب. تمام كده؟ يبقى تاني، يبقى من شروط فاء السببيه ان تسبق بنفي ولا يتصل مع هذا النفي الا. اما لو جه معاها الا يبقى على طول الفعل المضارع هنا هيبقى فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول وان احد من المشركين استجارك فاجره. اعرف كلمه احد يا بطل. وان احد من المشركين استجارك فاجره. احد هنا تعرب فاعل. تعرب ايه؟ فاعل. ليه بقى؟ فعل ليه؟ اولا احد ما فيش قبلها فعل عشان اقول عليها فاعل. طيب دي نفس الجمله اللي فوق خالص، لو تفتكر اول مثال اللي هي اذا السماء انشقت. لو ترجع للمثال فوق خالص هتلاقي بيقول لك ايه؟ اذا السماء انشقت. تمام كده؟ يبقى اصل الجمله ايه؟ اذا وإن أحد وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره. يبقى إذا أحد هنا فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الموجود قدام عينين حضرتك اللي هو ده. بص كده خلصت الكلام. لو إن الشرطية ده جه بعدها اسم هنعربه فاعل زي إذا بالظبط. إذا جاء بعدها اسم نعربه فاعل، ولكن لازم تفهم إحنا ليه عربناه فاعل. هتقول عشان حضرتك طبعا اللي هي الفعل اللي موجود هو اللي بيفسره يا مستر.
خمسة. نعم تفضل. هو بالنسبة للسؤال ده، لو الفعل اللي جه بعد الاسم ده كمبني المجهول، أعرب الاسم اللي بعد إن وإذا ده نائب فاعل؟ إن وإذا؟ آه آه طبعًا هيبقى نائب فاعل. آه تمام. تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول تكلم بخير وإلا فاسكت. تكلم بخير وإلا فاسكت. فعل الشرط هو اسكت، تكلم، محذوف ولا ما فيش حاجة من اللي فاتت دي يعني. طبعًا هنا فعل الشرط هيبقى محذوف. بص يا سيدي، المعلومة دي على فكرة بتيجي كتير جدا 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 ومهمة قوي، حتة إلا دي. وبالله عليك فرق بين كلمة إلا الهمزة تحت وألا الهمزة فوق. إلا الهمزة تحت يبقى الفعل بعدها مجزوم، ألا الهمزة فوق يبقى الفعل بعدها منصوب، مكونة من لو الهمزة فوق يبقى أن زائد لا، ولو الهمزة تحت يبقى إن زائد لا اللي هي الشرطية. طيب غالبا ما اللي هو فعل الشرط بعد إلا بيكون محذوف كثيرا، يبقى تكلم بخير وإلا تتكلم فاسكت. يبقى إذن فعل الشرط طبعا هنا محذوف، يبقى يحذف فعل الشرط كثيرا بعد إلا. 26 دي مهمة جدا جدا برضه، خطيرة قوي. بيقول لك صح يعني اسكت، عن القبيح تؤلف. الفعل تؤلف هنا يا ولاد حكم توكيده بالنون، يا ترى هو واجب ولا جائز ولا ممتنع ولا جائز الرفع والكسر؟ بص يا سيدي، اولا احنا عندنا فعل الامر في اللغه العربيه له كام صوره؟ هتقولي اربعه. تمام، ايه الاربعه؟ هتقولي فعل الامر السؤال الصحيح اللي بيجي عادي خالص زي اكتب، كلام جميل. هتقولي يا مستر زي برضو لام الامر لما تخش على المضارع لتكتب، تمام. هتقول يا مستر برضو زي اسم الفعل، اسم الفعل زي صح يعني اسكت، زي مه اكفف، زي حي على الصلاة يعني اقبل او تعالى. تمام كده، يبقى كل دي افعال اسم فعل امر، واسماء الافعال زيها زي فعل الامر بالظبط. وعندنا الصورة الرابعة له اللي هو المصدر الذي ناب عن فعله، زي صبرا آل ياسر، أي اصبروا صبرا. خلاص كده؟ طيب إيه علاقة ده بده؟ صهنة بمعنى اسكت، كلام جميل، يعني معناها إن هي طلب، كلام جميل. والطلب ده جه بعده فعل مضارع، يبقى الفعل المضارع ده واقع في جواب الطلب، يبقى إذن هنقول عليه مجزوم، جائز التوكيد بالنون وهيبقى أيضا مجزوم. يبقى إذن إعرابه هيبقى فعل مضارع مجزوم. طب حكم توكيده بالنون هيبقى جائز، علل، لانه وقع في جواب الطلب. طب فين الطلب حضرتك؟ هتقول لي صح، اللي هي اسم الفعل، واسم الفعل بيعمل طبعا عمل فعل الامر بالظبط. طب يا فكده أستاذ، نكون اتفضل. ليه ما قلناش جائز الرفع والجزم؟ بتقول يا حبيب قلبي؟ ليه ما نقولش على الفعل اللي هو جائز الرفع والجزم؟ طيب ليه؟ ما هو هنا الواقع في جواب الايه؟ في جواب الطلب، ماشي. ما هو ما احنا قلنا قبل كده، عفوا، برافو عليك، برافو عليك، صح. هو مش واقع في جواب الطلب يا اولاد، واحنا قلنا من شويه ان لو واقع في جواب الطلب او جواب الشرط يبقى اذا يجوز الرفع والايه، دي سهو مننا، يبقى اذا جائز الرفع والايه والجزم. تمام كده. طيب ده بالنسبه للجزء الاول من مراجعه النحو. ان شاء الله احضر الجزء الثاني اللي هو على المصادر، واللي هي بتاع المصادر ان شاء الله برضه بنفس النمط، هتلاقي برضه أسئلة مهمة أستاذ، جدا. معلش يا نعم أستاذ، اتفضل. رقم 26 دي إزاي يجوز رفع وجزم؟ رفع إيه؟ لا ما هو احنا بقول قلنا ده واقف في باب الطلب. حكم توكيده بالنون، في حكم رفع ولا إيه رفع؟ جائز. هو جائز، إيه جائز الرفع جائز وجائز جائز، جائز. هو جائز طبعا ولا ده جائز رفع سهل لينا وجزم؟ احنا. لا لا، هنا هيبقى هنا جائز ان شاء الله، لا جائز جائز، عفوا جائز. ده سوى منا. امال احنا عمو بيقول اي حاجه ولا لا لا، هو واقع بس في جواب الطلب، واحنا قلنا ايوه اذا يبقى وقع جائز. في جواب الطلب زي اولاد بالظبط كده، ذاكر تنجح، ذاكر ايه؟ تنجح. خلاص كده، يبقى هنا طبعا هيبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه الايه؟ السكون. طيب ان شاء الله باذن الله لو ربنا احيانا، بكره ان شاء الله هراجع الجزء الايه؟ الجزء الثاني.
حد عنده اي استفسار او اي اسئله او اي معلومه مش واضحه في الكلام اللي احنا قلناه ده؟ ممكن الو، السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. كان في سؤال فوق احنا كنا سايبينه وقلنا هنفتح الحصه. الوش السؤال الاول خالص. طب الناس تجمع كده معايا، اللي هو رقم لا تذاكر اللي هو اللي هتهم الترسب ده. ايوه اللي هو رقم 7 صح؟ لا تذاكر، لا مش ها؟ ده برضك، اللي قبليه برضه، اللي قبليه فوق لسه. اه ده يا اولاد الواد ده صح؟ ايوه اه هو ده. تمام. طيب هنا الفعل، هو طبعا هنا بيقول لك لا تذاكر الترسب، الفعل حكم الفعل المضارع الترسب ده، يا ترى هو منصوب ولا مجزوم ولا مرفوع ولا مبني؟ طبعا هو هنا مجزوم. ليه بقى؟ لانه مترتب على الطلب يا اولاد. مترتب على ايه؟ على الطلب، لان الرسوب ده مترتب على ايه؟ ها؟ على انعدام المذاكره. انتوا معايا؟ يعني حتى لو مش تمام. محبوب ويجي بعد النهي. الله يفتح عليك، ما ده الحته اللي انا عايز اوصلها لكم. ان مش حته محبوب وغير محبوب دي، دي على فكره ممكن تقعوا فيها في الامتحان، ممكن نجيبها لكم ويضحك عليكم بيها. احنا مش عايزين كده. احنا عايزين طالما في ترتب وعدم ترتب، دي الحته اللي احنا عايزينها، محتاجينها جدا في الموضوع. يبقى الرسوب ده طبعا مترتب على الطلب اللي هو عدم المذاكره. يبقى اذا في الحاله دي مجزوم، لذلك سبتها في الاخر بس عشان الناس تجمع بس كده، عشان نقدر نوضح المعلومه دي عشان ما حدش يغلط فيها في الامتحان بالله عليك. اتفضل. طب لو سمحت يا استاذ، هو جاب لو هو مترتب والامر غير محبوب، دي في الكتاب مكتوب يعني ان انا اعملها مرفوع، هي لو جت في الامتحان مثلا تبقى مرفوع ولا مجزوم؟ مش فاهم قصدك. هو جاب هو لازم أن يكون مترتب ولازم أن يكون امر محبوب، عطف الاثنين على بعض، يعني لازم أن يكون الاثنين موجودين، تمام. فاهمني؟ يعني لازم أن يكون مترتب ولازم أن يكون محبوب، لو تمام كده. اختلف في حاجة في الاثنين بيبقى مرفوع. تمام كده، الله يفتح عليك. طب حضرتك بتقول هو لازم يبقى مترتب بس حتى لو مش محبوب عادي. لا، ما احنا برضو معانا اللي هو اللي يكون محبوب ايضا. طب ما هو كده مش محبوب، القاعده، الترسب دي ما هو محبوبة؟ القاعده دي، بص يا ابراهيم، ابراهيم اللي ايوه معاه ولا مين؟ اه ابراهيم تمام. القاعده دي يا حبيب قلبي، بص احنا اهم حاجه عندنا في اللي هو جواب الطلب، انه يكون مترتب على الطلب. فاهمني ده ازاي؟ عندنا في اللغة دي يعني. الاساس، ده الاساس فيها يعني. بص ده تمام. الاساس فيها. اه ده الاساس، ان لازم يكون في ترتيب. ما فيش ترتيب لا يبقى على طول هيبقى في رفع، في ترتيب يبقى في جذب زي المثال ده. عشان في ما انت طبيعي زمايلك هيسالوا يقولوا قال له طب هو الرسوب ده غير محبوب صح؟ تمام. تمام، يبقى يقول لك مرفوع اهو اللي هو رقم جيم. لا، احنا عندنا الرسوب ده طبعا هيكون مترتب على الطلب اللي هو عدم المذاكره. تمام، يبقى اذا الفعل هنا مرفوع. مجزوم وليس مرفوع. نخلي بالنا من الحته دي، الله يبارك له. طيب طب في مشكلة في حصة النهاردة؟ يا مستر، اتفضل. طب هو لو مترتب ومش محبوب، تقول ايه؟ مترتب على مترتب مثلا لا تذاكر تنجح، يعني مش محبوب، محبوب بس مش مرتب. الو، يا مست محبوب لو الفعل محبوب بس مش مترتب على الفعل. قلت له ايه؟ بس في مشكله، بس في الصوت. لو الفعل محبوب، لو الفعل مش محبوب بس مترتب،
الفعل الجواب بقى مش محبوب. لو الفعل لو هو محبوب مش يعني مثلا لا تذاكر مثلا تنجح. ايوه يا استاذ قصدك. لا هنا الفعل هنا هيبقى مرفوع مش مجزوم. عشان مش مترتب. الله يفتح عليك. طيب حد عنده اي اسئله ثانيه؟ كده الحصه خلصت يا مستر. قصدي لو الفعل محبوب بس مش مترتب على على فعل الشرط. تمام. يبقى هنا هيبقى مرفوع. يبقى مرفوع. تمام. ماشي. طيب محاضرة النهارده يعني يهمنا بس آرائكم فيها كده، رأيكم فيها إيه؟ لا جميل والله كويس جدا كمان. فيها شغل يعني. شاملة شاملة كل النحو أستاذ. طيب هو عامة فيها شغل والله. بتقول يا حبيبي؟ والله فيها شغل. انا يهمني بس اراكم برضه لان انا دايما بحب اشارك طلابي معايا. يعني انتوا حاسين انتوا يعني لقيتوا فيها جديد النهارده يعني قبل كده مثلا اطلعتوا عليه ولا شايفين في حاجه جديده النهارده كويسه؟ لا في افكار جديده ومتنوعه. اه يا مستر حضرتك جزات مثلا شويه اسئله احنا ما كناش نعرفها. تمام جدا. هي على فكره الجزء الثاني بقى هيبقى ممتع ان شاء الله، برضو هتلاقي فيه كل الافكار. يبقى كده انت كل افكار النحو بفضل الله انت لميتها معاك باذن الله، يعني هتلاقي يا مست كل الافكار موجوده في الامتحان، مش هيخرج عن الامتحان ان شاء الله. طيب يا مست اتفضل. انا معاك سامع. أقول اللي هو السؤال الأخراني خالص اللي هو جائز الرفع والجزم ده مش قصده، لو مثلا لو هو قال لنا على إعراب الفعل ذات نفسه. بص يا أولاد، بص عشان بس ما نشتتش أفكارنا. بص مش هو جواب طلب؟ آه تمام، يبقى مجزوم. ده اللي عندنا في المنهج، ما تشتتش فكرك عشان بس أنا قلت كنت بدي لك المعلومة من باب العلم بشيء بس مش أكتر. بس احنا عندنا في المنهج ان هي اذا وقع الفعل في جواب الطلب بيبقى مجزوم، ودي القاعده الاساسيه اللي تهمنا في الموضوع. بس كده اديت لك المعلومه من باب العلم بالشيء بس مش اكتر يعني. يا مستر تمام شكرا يا مستر. يا مستر اتفضلي. المحاضره جميله بس كنا عايزين نشارك في الحل. تمام ماشي. انا بصوا طب هو لسه قدامنا وقت قد ايه؟ انا لسه يعني هنمتحن يوم الاحد ان شاء الله. لا انا بتكلم الوقت قدامنا، الوقت لسه في وقت قدامنا نفتح ملف نحل مع بعض الزوم. اه كتير يعني انتوا مثلا حاضرين معايا نفتح افتح لكم ملف اسئله مكثفه دلوقتي نحل عليها. تحلوا شاركوا معايا، كل واحد يقول سؤال. طيب يبقى تمام. الدور بقى وكده. اه الدور وكده يبقى احسن عشان باسم يحل. والله طيب ماشي خليكم معايا كده. بعدين يا استاذ بس انا عاوز باسم يحل. طيب ماشي. مين باسم؟ واحد زميل بقى. طيب صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. ربنا يوفقنا جميعا يا رب ويهدينا ويصلح لنا اللهم آمين يا رب العالمين. كده تمام يا ولاد؟ شايفين الملف كده؟ تمام.
فاتح كده شايفينه دلوقتي؟ تمام تمام يا مستر. طيب معايا كده، يلا هنبدأ منين؟ فين مين باسم؟ زميلي استاذ، بس عادي يقول هو الاول عادي. طيب انا عايزين نقول شغل المايك كده ويلا معانا كده. ماشي، علي يشغل مايك. مين اللي هيجاوب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام باسم. ايوه انت فين يا عم باسم؟ يلا ها، اول سؤال، قول الحق. عند توكيد الفعل بالنون اللي هو قل، ده نقول قلنا قلنا ولا قللنا ولا قالنا ولا قولنا؟ قول الحق عند تأكيد الفعل. قولنا. برافو عليك. ليه بقى؟ بص يا اولاد، قل الأولى اصلها يقول، صح؟ واحنا عندنا قاعده بتقول ان فعل الامر لما اجي اكده بالنون ارجع العله المحذوفه، زي اسم يبقى اسمون، اعلو يبقى اعلون، خلاص كده. يبقى اذا المعلومه بتقول ان فعل الامر عند توكيده بالنون اذا كانت هناك عله محذوفه نرجعها مره اخرى، يبقى نقول قولن الحق. برافو عليك. اللي بعد مين هيقول؟ أنا يا مستر. طب قول يا بقى. ليت الشباب يعود يوم. ما تحتوي خط فعل مضارع، منصوب ولا مبني ولا مجزوم ولا مرفوع؟ يبقى مرفوع. برافو عليك، يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الجملة نفسها هي المنصوبة. طيب قولي لي اسمك ايه؟ أمير. طب قولي لي يا أمير، حكم توكيد الفعل بالنون هنا واجب ولا جائز ولا ممتنع؟ هتبقى جائز. برافو عليكي، عشان قبله ايه؟ طلب. برافو عليك. طيب اللي بعد كده، أدي ما عليك وإلا تندم. مين اللي هيقول؟ أنا. أنا مستر. مين؟ أنا مين يا شباب؟ أي حد يا مستر. طب قول يا إبراهيم. طيب أنت مجزومة. يا مجزوم. إبراهيم مجزومة إن شاء الله. برافو عليك. ليه؟ إلا لسه شرحها من شوية. إن زائد لا. وكان من إن زائد، إن زائد إيه؟ لا. برافو عليك، يبقى إذا فعل مضارع مجزوم. ابتسم تصل للقلوب. ما تحت خط فعل مضارع، مرفوع ولا مبني ولا منصوب ولا مجزوم؟ مجزوم. 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 طيب ابتسم فتصل. فتصل الفعل هنا بقى ماله؟ منصوب. منصوب. برافو عليك، يعني السببيه قبل طلب اهو، ابتسم. طيب الجمله اللي بعد كده بتقول اذا اذا ابتسمت تصل. بالله يقول مرفوع. برافو عليك. ليه بقى؟ عشان اذا من ادوات الشرط غير الجازمه، يعني ما بتجزمش. برافو عليك. مجزوم طيب. برضه. ها؟ هي المفروض تبقى ايه؟ هي مرفوعة ولا ايه؟ مرفوعة. ليه مرفوع؟ ليه مرفوع؟ عشان جاء بعد إذا، وإذا من أدوات الشرط غير الجازمة، اللي هي إذا ولو ولولا وكلما. الفعل بعدها يكون مرفوعا وليس مجزوما. رقم 7، قطع أباك. عند كتابة توكيد الفعل بالنون أقول قطع أطاعنا ولا أطعنا ولا أطاعنا ولا أطيعنا؟ أطعنا. بسم الله. الأخير. برافو عليك. ليه؟ أرجع العلة. أرجع الإيه؟ المضارع. العلة. أرجع العلة مرة أخرى المحذوف. طيب ما كان المؤمن؟ شوف الناس بقى، الناس اللي بتسألني عن لام الجحود ولام التعليل، وشوفوا إيه الفرق في المثال ده. ما كان المؤمن يا مس رقم 7 لام الجحود. لام الجحود يا مس. لام الجحود. أطيع عنا دي الأخيرة. أطيع، يبقى أطيع رجع العلة. بص يا أولاد، أي فعل أمر
في علة برجعها وبحط النون بس وخلاص. طيب ما كان المؤمن؟ لام الجحور. لام الجحور. لام الايه؟ الجحور. هل تشترك ما فيش فعل فصل ما بين، هل تشترك في الرحلة؟ فاسا وهي سوق بطلة فتستفيد. تمام، برافو عليكم. اهي هل اهي شايفينها؟ اهي فتستفيد منها. تمام كده. أم إن الأمم لتتقدم بالعلم. نوع اللام؟ لام التوكيد. برافو عليك، برافو عليك. طب حد، انا عايز حد يقول لي كده انواع اللام يا اولاد بسرعه. في لام التوكيد، لام الامر، ولام التعليل، ولام التوكيد، ولام الشهود، ولام ولام الحجازيه و... لا لا ممكن بتكلم على اللام. اللام يا اولاد، ولام حرف الجر، ولام الجحور، ممكن اقول ولام التعليل، ولام الابتداء، مزحلقه برضو فيه، ولام المزحلقه اللي هي معانا دي، ده دي لام المزحلقه ده. ان الامم لتتقدم، ولام حرف الجر. حد عايز حد يعرف يقول لي ليه سميناها اللام المزحلقه؟ لان بعدها مرفوع دائما لا تؤثر على الفعل بعدها، لان هي كانت في الاسم اعتقد ونزل الخبر. برافو عليك، برافو عليك. هي كانت هنا، هي كانت، بص يا اولاد، هي كانت مكان ايه؟ هي كانت مكان مين؟ الامم، مكان الامم، صح؟ الامم. فيكره في، يكره في اللغه العربيه ادتين تاكيد ورا بعض، فدحلقناها لمين؟ للخبر ده. لورق. تمام. لينفق، اللام هنا لام ايه؟ لام الامر. برافو عليك، لام الامر. فليعمل، لام الامر. تمام. الطالب لا ييأس، نوع لام. نافية. انا عايز طالب شاطر كده يقول لي انواع لام بسرعه. لا نافية ولا نهية ولا نافية للجنس. تمام. والنهية. لام ال... لا نافية ولا نهية ولا للجنس. لا نافية للجنس. برافو عليك، برافو عليك. طيب لا يسخر، نوع لا. نافية. نهية. لا يسخر، يبقى إذا نوع إيه؟ نافية. نهية. نافية. نهية وليست نافية. 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 يا أولاد مش نافية، ناهية. لا يا مصطى. نهدى. نهدى. لا يسخر مش لا تسخر. لا يا حبيبي، مش كل القاعدة دي برضو، ما أنا عايز أخلي تخلوا بالكم من الموضوع ده برضو. وبقول لك إن لا يسخر قوم، ربنا بينهي، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. بينهي؟ بينهي هنا، مش بينفي، لأن طلب. إذا هي ناهية وليست نافية. والله. طيب. يعني اللي بعدها مفهوم؟ تمام. لم يستفد المهمل، لم يستفد. فعل مضارع مالي يا أولاد؟ السكون. سكون. برافو عليكم. السكون. أنتوا عارفين القاعدة بتاعته يا أولاد؟ وحذفت حرف العلة. إذا حذفت العلة من وسط الفعل لا علاقة لها بالإعراب. معايا؟ تمام. سلام ترى بك. يصون المؤمن عرضه. الفعل يصون ده مرفوع بايه؟ بالضمه ولا ثبوت النون؟ بثبوت النون؟ ها؟ ثبوت النون. ثبوت النون. برافو عليك. لا لا استنى كده. الضمه. بالضمه. ليه؟ لان ده يصون مفرد. ده مفرد. يصون ده مفرد. انما لو قلت يصونون ده ثبوت النون. ثبوت النون. تمام كده، ثبوت النون. انما يصون النون الاساسيه يا مستر. ايوه الله يفتح عليك. زي يكون، يكون. تمام. طيب بعد كده، اي كتاب تقرا تستفد؟ غير عاقل. تمام، برافو. طب ايانا تسافر للقاهره تشاهد الاثار؟ ايانا للهنا زمان.
للمكان. أيامنا تسافر يا أولاد، تسافر للزمان. القاهرة مكان هنا يا أولاد. مكان الزمان يا أولاد، عفوا آسف، الزمان. الزمان يا مس. أيوة دي تمام. طيب طالب يقرأ يستفد. أي وضع مضاف إليه. تمام كده، برافو عليك. من أساء الأدب فقد ضل. الجزاء. 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 اللي ده ايه؟ طيب السبان فين يا جماعة؟ السبان فين؟ يا استاذ ما مش عارف هنقول بالدور ولا هنمشي كده. طيب معلش معلش انا هستاذن بس البنات يا جماعه، الصبيان بس، الصبيان بس خمس دقايق معايا. طيب يا استاذ كل واحد فينا دور بقى اشتغل. بس طيب يا جماعه يا مس كل واحد يرفع ايده ويجي. طيب الصبيان يلا يا ابراهيم. تمام ابراهيم. تمام تمام يلا ابراهيم. اقول اعمل فتفوزه. اعمل فتفوزه. فائز سببيه. فائز سببيه. توقف طال. فائز سببيه. من غشنا فليس منا. صبيان. من غشنا فليس منا. صبيان. الفاء هنا فاء ايه؟ طيب هو انا اقول هقول المره دي برضه جملة فعلية جامد. اقترن جواب الشرط، اقترن جواب بالفعل انه جملة طلبية ولا جملة اسمية ولا جملة فعلية فعلية جامد. جملة فعلية فعلية جامد. برافو عليك. طيب احمد موجود؟ فعلية احمد. احمد لسه خرج. احمد لسه خرج. طيب نكشف عن كلمة غاية في غاية. غاية يا احمد طيب ايه. فين باسم؟ باسم فين؟ موجود موجود. طيب عايزين باسم كده. طيب. لا تقصر تندم، الفعل تندم هنا. مجزوم. مرفوع. مرفوع. مجزوم. مرفوع. برافو عليك. مرفوع. طيب مجزوم. اللي بعده مرفوع. تمام. لا مرفوع مش مجزوم. مرفوع. ايوه هو المرفوع عشان هنا الجواب غير مترتب. لا تقصر شو بقى، شوف الجمله اللي بعدها. لا تقصر تسلم، يبقى الفعل ده ولا بس ولا بس ده مجزوم. تمام مجزوم. مش عايزين بس البنات ما تكلموش بس لمده دقيقتين. طيب لا تخلص تندم. لا تخلص مرفوع. طب نركز شويه. ها مش مرفوع. لا مرفوع. يا ولاد ركزوا. لا تخلص مرفوع يا مستر مش مترتب. مجزوم. تندم. غير مترتب. غير مترتب. غير مترتب. ولا مترتب. ولا مترتب ولا غير مترتب. مترتب. لا تخلص تندم. يبقى مجزوم. مجزوم تمام. طيب اللي بعد كده ان تهمل فسوف تندم. فسوف تندم. يبقى مجزوم. مرفوع لان سوف. مرفوع. عشان انفصل بايه؟ الفعل المضارع. الواقع في جواب اللي هو الطلب لو فصل او الشرط لو فصل بالفاء يبقى الفعل بعدها ايه؟ مرفوع. مرفوع. خلاص بقى البنات اللي هتشتغل. لا تصاحب الاشرار تانجو ولا تانجوا ولا تانجون ولا تانج. الاخير يا مستر. مرفوع. برافو عليك. تانجو دي مجزوم بحذف حرف. مجزوم بحذف حرف العله. تمام. طب عايز حد يقول لي لا تصاحب الاشرار تانج ولا تانجو. برافو عليك. عشان فائز السببيه بعدها هتنصب وفي حاله النصب مش هحذف اي حاجه. تمام اي حاجه. تمام اتفضل.
هي 34 لسه. هو مش بينها اولاد 45 باين 40 على 40. طيب هنشغل حتى لحد 43 دوم وخلاص. طيب بصوا معايا كده، ارض بما قسم بما قسم لك يسعد قلبك. مجزوم. برافو عليك. عشان نوقف الجواب الايه؟ طب استاذ طيب. قول ارض. شوف بقى الجمله اللي بعدها كده، ارض بما قسم الله لك فيسعد. منصوب يا مستر. برافو عليك. منصوب بالطابق بما قسم لك فسوف يسعد. مرفوع. مرفوع. فصل بالفاء. مرفوع. اعمل اعمل تنل خيرا. السكون. السكون. أبو. عشان اذا لين العله محذوفه منين؟ محذوفه من الوسط. من الوسط. واذا حذفت العله من الوسط فلا علاقه لها بالاعراب. طب يا استاذ اعمل خيرا. تنال. اعمل تنال خيرا. برافو عليك. تنال الاخيره. برافو عليك صح. برافو عليك. تمام. طبعا ما ينفعش اقول لي بقى تنال. طبعا ما ينفعش اقول لي بقى تمام كده يا مستر. يا مستر سامع مش هي تنال. تنال او تنال او تنال او المفروض زي ما انت قلت تنال صح او فتنال. فتنال الاثنين دول صح، بس هي دي الوحيده اللي موجوده صح. طيب 36 ده انا عايز الطالب صاحي، لان لو مش طالب صاحي هيغلط فيها. تنال فرمتر مجزوم. لين تنال طبعا هو بتتشابه مجزوم. طبعا هو بتتشابه مجزوم. مجزوم. ها الله يفتح عليك. ليه وقع في جواب الايه؟ الطلب. اصله لانا. لانا صح؟ اه لانا الامر منها لين. معايا؟ انتوا عارفين زي ايه برضه يا ولاد؟ سن. زي ان. عارفين ان؟ يعني في جمله بتقول لك ايه؟ ان زيد كريم. ان زيد كريم. حد يعرف يعربها؟ أن زيد إيه؟ كريم؟ كريم. أن فعل أمر. فعل أمر. أن هنا تبقى ناصبة. فعل أمر. فعل أمر مبني على أن هنا. يا مستر. ممكن تعرف أنت أستاذ؟ أنا عايز بس تفكروا فيها كده، أن زيد كريم. تفكروا فيها كده، أن زيد كريم. انا فاكر انت قلت لنا في القصه وكنا فاكرين اسم ان وحاجات يعني. يا مستر مش ان فعل امر مبني على السكون. لا بص يا اولاد، ان دون فعل ماضي. فعل ماضي. ان يا انه اي توجع يتوجع، يبقى ان توجع. سيد كريم اي مثل ريم. بنت اسمها ريم. مثل ريم. بنت اسمها ريم. والله العظيم حد كان قايلها لي قبل كده بس مش فاكر. معايا؟ طب يا مستر كده مش طلب. كده مش كده مش طلب. مش الطلب بيكون امر. لا ده انا بديها لكم بس جمله. جمله طريفه يا اولاد. دي جمله طريفه بس يعني مش لغز. لغز بس يعني. تمام. طيب عشان بس بتاع يفصل اخر سؤالين بسرعه. عشان بس سوف يغطيك ربك. هيغطيك هنا. واجب ولا جائز ولا قابل ولا ممتنع؟ ممتنع. ممتنع. طب يا استاذ طيب. اتفضل. هو خلاص بقى ونشوف احنا هناخد امتى تاني مره ولا مش هنعرف؟ بكره ان شاء الله. كل موجود. هنيجي بكره الساعه كام؟ بكره في ميعادنا باذن الله. الساعة 10 ان شاء الله. ان شاء الله. هو الساعة كام؟
هيبقى بكره الساعه 10 في ميعادنا ان شاء الله. هيبقى بكره الساعه 10 في ميعادنا ان شاء الله. خلاص يا شباب تمام. طيب استفدتوا النهارده من محاضره كويسه ولا ايه؟ الحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله بكره هنلم المصادر ان شاء الله. يبقى كده خلصت النحو، واعمل لكم حصه باذن الله هنعمل لك فيها البلاغه ان شاء الله كلها باذن الله. تمام يا مستر. خلاص كده ماشي، اشوفكم على خير ان شاء الله. اشوفكم.